بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ما حكم تعزية الكفار بسبب موت رجال دين إنهم؟ هل يجوز تعزية النصارى لموت بطريركهم شنودة؟ فأما تعزية الكفار بسبب موت أي إنسان مات شنودة، مات إنسان عدة موت الكفار، موت بقى موت رجل دين، موت رجل كبير، موت رجل صغير، هذا الأمر ليس من أمور الموالاة، لم ينهى عنه شرعا، وليس هو يلزم منه رضا بشيء، ده أمر مش مرتبط بدين، ده الموت ده إيه؟ حكم الله عز وجل على كل إنسان، وهو أيضا سبحانه وتعالى جعلها لكل البشر مهما طال العمر. ومهما كان العمل خيرا كان أو شرا فالموت نهاية كل إنسان. فالقضية إذن أن سواء كان رجل دين أم ليس كذلك فالتعزية ليست من الموالاة. لماذا؟ لأن اللفظ لا هو لفظ لغة ولا شرعا، إن هو عز فلان وفلانا يبقى والى فلان إيه فلان. لما تقول في التهنئة أنتم منعتوا التهنئة بالأعياد، انتوا بتعملوا على احنا في شرع بيحكمنا التهنئه بالاعياد فيها ايه؟ فيها اقرار بكفر او بمعصيه او ببدعه او ضلاله او نحو ذلك، لانه بيهنيه بشيء ابتدعه في الدين، لكن انت بتقول له صيغه التعزيه. بقى نعود الى امر اخر، وهو ان حكم التعزيه اصلا في احكام الكلام ده ذكره ابن القيم رحمه الله وغير واحد من اهل العلم، وكما ذكرت الدليل فيش واحد يقول لي حرام نعزيهم عشان الموالاة. طب ما هو مين اللي قال دي من الموالاة؟ جيب معاني الموالاة في اللغة والشرع تلاقيها ايه؟ حب، نصرة، طاعة، متابعة، صداقة، وتوليهم امور، تشبه. اما عزة فلان وفلانة دي نقولها منين انها تبقى موالاة؟ ليست معاني الموالاة. في حد نهى عنها في كده؟ يعني هل ثبت النهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو حتى بين أهل العلم النهي عن ذلك؟ نقول لم ينهوا عن ذلك، إنما نهوا عن ألفاظ تدل على ما نهى الشرع عنه، مثل الترحم والاستغفار، كما قال عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذي يتبين لنا بأنه مات ولم يسلم، فلا يجوز أن نقول المغفور له، المرحوم، أو فلان رحمه الله، لأن الله نهانا أن نستغفر المشركين ومات مشركا. فإذا تبقى الألفاظ التي يعز بها والألفاظ التي يمكن أن يعز بها من الألفاظ العامة، مثل البقاء لله، مثل اتقوا الله واصبروا، فإن الصبر عموما خير من الجزع، فإن الجزع كفر وعصية فوق الكفر. يعني واحد كافر أصيب بمصيبة فصبر ولم يطعن في الله عز وجل ولا في حكمته وفي قدره، خير من كافر أصابه ذلك فطعن في الله وقال: يا رب لماذا فعلت كذا، ولماذا نحن ظلمنا في كذا. الذي صبر وعلم أن هذا بأمر الله عز وجل خير من الكافر الذي وقع منه خلاف ذلك. والكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة أي في الآخرة، فلو أنهم لطموا الخدود وشقوا الجيوب ودعوا بدعوى الجاهلية فهذا من المنكر فوق المنكر، وليس أن هذا الكفر يعني يجعل كل الأمور الأخرى لا يؤمن بها، بل المعاصي فوق الكفر زيادة في العقوبة على من فعل ذلك. فلو أمرته بالصبر ولو أمرته بتقوى الله، وتقوى الله في الحقيقة تشمل أعظم أمر، أو هي أول أمر، أن يتقي الشرك. فإذا قال له اتق الله فهذا أمر اتق الله واصبر، ولو قال مثلا له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فاصبر، لكن ما يقولوش احتسب، لأن الاحتساب لا يصح إلا من إيه؟ من مؤمن، لأن الاحتساب معناه طلب الأجر من الله، فإنما يؤجر من كان مؤمنا، لأن الإيمان شرط في قبول العمل، لا يصح قبول عمل بغير إسلام وإيمان.
فلو قال اتق الله واصبر لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى البقاء لله، فمثل هذه التعزية ليست محرمة.